السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حكيم من قناة مازن. رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. مقطع اليوم عبارة عن تحدي الاندومي الحار النودلز الكوري. فقبل بداية المقطع لا تنسون تصوروا بنا مصر محمد. خليكم مع المقطع. طبعا يا جماعة الخير، مثل ما انتم شايفين جايب معي ماء، وجايب معي عواد صينية، أصغر عواد صينية بالعالم. يا جماعة الخير، شو اسمه، ما أتوقع إني بكمل شو اسمه التحدي بعواد صينية، لأني جايب معي ملعقة، لا شوكة قصدي، فعشان كذا ذا إيه يا جماعة الخير. اوت، شوفوا يا جماعة، اوف فقط تطيح. طيب نفتح الماء على طول من الحين. بسم الله، الله يستر. بسم الله بسم الله. هي طعمه حلو، بس شينتن حرارة. بسم الله. القهوة الحرارة. بسم الله. مع ان الماء يشبه حرارة، بس ايش اسوي، والله لو به لبن تنجبته، اللبن طافي حرارة. ما اقدر اكمل. شوفوا يا جماعة، ما اقدر اكمل. السلام عليكم.